بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد يا ولاد بإذن الله استكمال للدرس الثالث في المفهوم الأول، العلاقة بين الغلاف الحيوي والغلاف المائي. وهنتكلم تحديدا عن إيه؟ عن خصائص الغلاف المائي والغلاف الحيوي، حتى دول يعتبروا اسم النشاط السابع، خصائص وصفات الغلاف المائي والغلاف الحيوي. هنبدأ بداية يا أولاد بصفات الغلاف الحيوي. وقلنا قبل كده يا جماعة ليه سموه الغلاف الحيوي؟ لأنه مرتبط بالكائنات الحية، إنسان وحيوان ونبات، وتوجد الكائنات الحية في كل مكان على سطح الأرض. طب يا ترى المناطق اللي بيتوجد فيها الكائنات الحية تسمى مناطق تواجدها باسم إيه؟ اتعلم بقى، اتعلم المناطق الأحيائية. حد خد باله من الجملة الجديدة دي؟ أول مرة نسمع المصطلح ده، المناطق الأحيائية. يجي لك عليها سؤال، علل ليه سميت هذه المناطق بالمناطق الأحيائية يا مرة؟ لأنها تحتوي على الكائنات الحية الموجودة في كل مكان، فممكن أن نجدها في الصحراء، ونجدها في الغابات، ونجدها في الأراضي الرطبة. هذه الأماكن اللي ممكن تتواجد فيها الكائنات الحية. وخلي بالك تتنوع الحياة البرية، يعني اللي على البر، يعني اللي بتخص النباتات والحيوانات في كل منطقة أحيائية تتنوع. يعني إيه تتنوع؟ يعني تختلف، يعني كل بيئة ولها خصائصها المناخية ولها التربة المناسبة بيها. يعني كل منطقة أحيائية لها مميزات خاصة بيها من حيث النباتات اللي بتعيش فيها. وممكن بدل ما اقول النبات اقول الكساء الخضري. يبقى الكساء الخضري يعني ايه؟ النباتات اللي بتعيش في البيئة، ومن حيث الحيوانات، ومن حيث طبيعة التربة، ومن حيث الظروف الجوية المناخية. مش كل البيئات زي بعض. هل ينفع بالله عليك اقول لك الصحراء زي البحر في الجو والتربة والمناخ والنبات؟ ينفع؟ طبعا لا، ما ينفعش. كل بيئة لها طبيعتها، في نباتاتها، في حيواناتها، في طبيعتها، في بيئتها الجوية، وهكذا. طب نيجي لتعريف المنطقة الأحيائية، لها مفهوم ولها مصطلح. ما معنى المنطقة الأحيائية؟ هي منطقة كبرى تتميز بكساء خضري وتربة ومناخ وحياة برية، بتميزها عن غيرها من المناطق الأخرى. يبقى ده مين ده يا جماعة؟ ده المصطلح العلمي الدال على مين؟ على جملة المناطق الأحيائية. وأقولها تاني، هي منطقة كبرى تتميز بكساء خضري. أول ما ألاقي كلمة كساء خضري نقول المنطقة الأحيائية، وإيه كمان؟ وتربة ومناخ وحياة برية خاصة بها. جميل. هنتكلم دلوقتي على خصائص الغلاف المائي زي ما اتكلمنا على خصائص الغلاف الحيوي. كلنا عارفين ان الغلاف المائي بيشمل مين؟ بيشمل كل المياه الموجودة على سطح الارض في اي صورة ليها، سواء كانت مياه سائلة او مياه صلبة زي التلج، او مياه غازية زي بخار الماء. وكلنا عارفين يا اولاد نسبة المياه في الكرة الارضية قد ايه؟ 71%. علشان كده بتبدو الكرة الأرضية ككرة زرقاء من الفضاء، لأن نسبة المية 71%، ولو اقتربت من 75 يبقى جابت 3/4 الكرة الأرضية. والمية نوعين، مياه عذبة ومياه مالحة. المية العذبة يا ولاد نايبها قليل جدا، 3.5% من الغلاف المائي. الله، امال مين اللي خد النسبه الكبرى؟ الميه المالحه. نسبتها قد ايه من الغلاف المائي؟ 96.5%، نصيب الاسد. يبقى الميه المالحه 96.5% من نسبه الميه. الميه العذبه 3.5% من نسبه الميه في الكره الارضيه. المالحه 96.5%. طب لو جمعنا الاثنين عذبه وملحه يبقوا 100%. وخلي بالك ان معظم الميه موجود في صورة محيطات وبحار وخلجان. يبقى معظم المياه موجود فين؟ بحار ومحيطات وخلجان. وخلي بالك يا حبيبي
أغلب المية العذبة ليست سائلة، سبحان الله، أو جارية، أمال متجمدة. المية العذبة أغلبها متجمد في صورة كتل من الجليد. دي معلومة جديدة. أيوة جديدة. المية العذبة أغلبها متجمد في صورة كتل جليدية يا فوزية. تعال نتكلم على التفاعلات اللي بين الغلاف الحيوي والمائي. قلنا قبل كده إن الغلاف الحيوي بيتفاعل باستمرار مع الغلاف المائي. ليه؟ لأن المية ضرورية لجميع الكائنات الحية على سطح الكرة الأرضية. طب إيه أول ميزة للمية؟ مية المطر بتساعد النبات على النمو والبقاء. بننتظر الأمطار من أجل الزراعة، من أجل ري الأراضي الزراعية والنباتات الأرضية. طيب إيه كمان من ضمن أهمية المية؟ إن الإنسان والحيوان بيشرب الماء من أجل النمو والبقاء، يبقى الشرب. المرة اللي فاتت الري. طب نقطة كمان للمية، إن المية تعتبر بيئة وموطن ومأوى، موطن طبيعي للعديد من الكائنات الحية. ملاحظة مهمة جدا، إن الإنسان جزء من الغلاف الحيوي ويمكن أن يؤثر في الأنظمة الأرضية. طب ليه الإنسان جزء من الغلاف الحيوي؟ لأنه كائن حي، يبقى بيستطيع التأثير في أنظمة الأرض المختلفة. يبقى لو قال لك قول لي أهمية للمية، أقول له تعتبر وسيلة للشرب للإنسان والحيوان، تعتبر وسيلة للموطن الطبيعي، تعتبر وسيلة للبقاء والنمو بالنسبة للنبات، يبقى بيساعد على النمو والبقاء بالنسبة للنبات. ادي اهمية المية وتفاعلها مع الغلاف الحيوي. درس صغير وجميل ومفيد، يا رب يكون بسيط وسهل ومفهوم بإذن الله.